أهم الأخبار تأتيكم من جريدة المدينة في 60 ثانية. خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 181 قاضياً في وزارة العدل. شؤون الحرمين ترصد مخالف الإجراءات الاحترازية والظواهر السلبية. وزارة الرياضة تلزم الأندية بالتقيد بالمسؤولية القانونية لمجالس إدارتها. 19 موقعاً داخل المسجد الحرام للرد على استفسارات السائلين. المسجد النبوي يستقبل الدفعة الأولى من معتمري الخارج. انطلاق معسكر الأخضر بالرياض. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع جريدة المدينة المدينة.com.